في الأول بنتكلم على النورمال أناتومي، وبعدين بنتكلم على النهارده الديجنتيف ديزيزز اوف ذا سباين. في الأول طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن من أشهر الحاجات وأسهل الحاجات وأرخص الحاجات فور ايفاليويشن اوف ذا سباين هو ذا بلين اكس راي. البلين اكس راي عندنا ستاندرد فيوز اللي هم الانترو بوستيريور واللاترال، اللي هو اي سباين لازم يكون فيها امامي وجانبي، وبعدين according to the spine نفسها بتاعت سيرفايكل ولا دورسال ولا لمبر بتضيف بعد كده اضافات. الاضافات ديت بتكون in the form of oblique views ليهم اهداف، dynamic views اللي هم flexion و extension، standing views لان عارفين دلوقتي قيمة إن أنا أصور السباين وعليها أكزيال لود، يعني إن المريض واقف بيتختلف إلى حد ما عن السباين والمريض نايم على ظهره. بعد كده بيندنج فيوز اللي هو تاني جنبه شمال وتاني جنبه يمين في حالات السكوليوزس، كانت لحد ما مهمة أيام زمان عشان نقيس الأنجل بتاعت السكوليوزس وبعدين نشوف بتبقى كوركتد لما يتعوج شمال ولا يمين، عشان وهم بيركبوا له المسامير والرودز اللي هي تعدل الاسكوليوزس يبقوا عاملين حسابهم في الزوايا. الستاندرد فيوز اوف ذا لامبر سباين شود انكلود ذا فرونتال فيو اند ذا لاترال فيو. في معظم اللامبر سباين بتكون المنطقه بتاعت L5S1 is not adequately exposed by radiation نتيجة إن سمك المريض في المنطقة ديت عشان الحوض وكده بيكون أكبر من الحتة اللي فوق، ومن أجل ذلك بنعمل الحتة دي لوحدها اللي هي بنعمل سبوت فيو على اللامبوسيكرال أريا، بنرجع الإكس راي تيوب ونخليها السنتر بتاعها عند الجنكشن ده ونزود الأشعة شوية عشان تطلع صورة واضحة. فال 5 اس 1 اللي هنا نقدر نشوفه هنا بطريقة أوضح. الكلام دوت كان زمان ومازال موجود في بعض الأماكن، ولكنه يكاد يكون اندثر بسبب إن أنت عاوز تقلل عدد الأفلام علشان خاطر ترخص ثمن الفحص عشان تنافس بيه الجدع اللي فاتح جنبك أو اللي فاتح فوقيك أو الحاجات اللي زي كده. لكن اللامبر سباين المفروض تكون كده. لو احنا ضفنا عليهم الاوبليك فيوز، ان انا اذكر في مثلا سنة 84 لما فتح مركز اشعة في مصر لاول مرة، كان المريض يعمل اكس راي لامبر سباين او سيرفايكال سباين يقعد ساعة على الجهاز واربع دكاترة واقفين على البانل بتاع اللي بيصور بيظبطوا المريض وبيعملوا له كل الفيوز اللي في الدنيا، ده أمامي وجانبي وأوبليك وواقف ونايم وراكب عفريت والكلام ده كله. خلاص بقى لما الأمور وسعت قوي ما بقاش فيها هذا. فالفايدة بتاعت الأوبليك فيوز نمرة واحد إنك أنت يو أسيس ذا فاسيت جوينتس اللي هم الجوينتس ما بين الفرتبرا، كل فرتبرا بتنزل أرتيكولار فاسيت والفرتبرا اللي تحت بتطلع ارتيكولار فاسيت، هما الاثنين بيتقابلوا في الفاسيت جوينت بس اللي هما بيكونوا شمال ويمين. الحاجة التانية انك انت يو سي بيتر ذا سيكرو ايليك جوينتس، فانت في الفرونتال فيو ممكن ما تشوفش السيكرو ايليك جوينتس كويسين، ممكن يطشط في الفيلم وكده، لكن ان ذا اوبليك فيو يو كان سي ذا سيكرو ايليك جوينت بطريقة افضل. الحاجة التالتة اللي هي البارز انتر ارتيكولاريس اللي هو ما يعرف به السكوتش دوج او النك بتاعت السكوتش دوج، اللي هي في حالات السبونديلوليسيسز لما البارز يتكسر تبتدي الفقره تتحرك على قدام. لو احنا بصينا هنا هتلاقي ان في زي منقار كده او بق، ده البق بتاع الدوج، وبعدين ده وريايه ده البيديكل اللي هو عينه، وبعدين الارتيكولار فاسيت ده ودنه، وبعدين رقبته موجوده في الحته دي. And this is the region of the pars inter articularis. واحنا ما عدناش نحتاج الاوبليك فيو
عشان الحكاية ديت، لأنها بتتشاف كويس قوي في اللاترال فيو. إن السيرفايكال سباين الأمامي والجانبي هما ستاندرد اكزامينيشنز، وكان أيام زمان برضو الحكاية ديت مهمة جدا، ومن غيرها كانت بتحصل حوسة شديدة ويزعقوا للفني ليه ما عملتش اوبن ماوس. الاوبن ماوس زي ما حضراتكم عارفين الفايدة ليه فايدتين. الفايدة الأولانية assessment of odontoid fracture، والفايدة التانية assessment of the atlantoaxial joint. الأطلانتو أكسيال جوينت ما بيبانش في الأمامي وما بيبانش كويس في الجانبي إلا الحتة القدامانية منه بس، لكن it happened إن الأطلانتو أكسيال جوينت بيكون فيه مشكلة وبتعمل وجع في رقبة المريض، لكن يعمل فرونتال فيو ولاترال فيو يطلع مفيش حاجة. من الحاجات اللي احنا قابلناها في الكلينيكال براكتس وكده، ان الاطلانتو اكزيال جوينت بيكون تقريبا عند الستات اكتر بكتير من الرجاله مضروب، وهو سبب الوجع في احيان كتير. ولما بعض الجماعه بتوع العظام مع الجماعه بتوع الاشعه انفستيجيتد عليكم السلام الحكايه ديت، لقوا ان السبب هو الكوافير، يعني إن الست تقريبا يعني بتقعد عند اسمك ايه دوت، بتحط راسها جوه حاجة عاملة زي بنسميها ايه معرفش، وتفرد رقبتها كده ساعتين ثلاثة صح، أو فترة يعني لا بأس بيها. هايبر اكستنشن اوف ذا نيك فور ا لونج تايم بيبوظ الأطلانتو أكسيال جوينت، علشان كده يستحسن اللي هيروح او اللي هتروح يعني تخلي بالها من الموضوع، مش هو ينفع وهي راكبه فوق راسها على طول من غير ما تفرد ولا تبني ولا ما ينفعش. ما ينفعش ما تعرفوش انتوا ايه ده يعني. اوكي، المهم ان اوبليك فيوز ان ان ذا سيرفايكال سباين برضو من الحاجات الكويسه، انك انت لما تبص على الاوبليك فيو رقم واحد بالنسبة لك في السيرفايكل اللي هو النيورال فرامينا اللي هما دول، لو كان في اوستيوفايتس راجعة من الفرتبرا من ورا بتدخل جوه الفريمن وبتضايق النيرف روت اللي موجود، ده أهم واحد فيهم، مش موجود في اللمبر، إنك أنت بتبص على الفرامينا في اللمبر. نمرة اتنين بتبص في التروما على الفاسيت ديسلوكيشن في الأوبليك فيوز، المفروض الفاسيتس بتبقى متركبة ورا بعضها بحيث اللي فوق بيكون ورا اللي تحت، لو حصل فاسيت لوكينج اللي فوق بينط قدام اللي تحت، ما بتتشافش كويس في اللاترال، بتتشاف كويس ان ده اوبليك فيو. بعد كده في السيرفايكال ريب لو انت بصيت في الامامي وبعدين عاوز تعرف اذا كان ده هو الفيرست ريب ولا ده سيرفايكال ريب، الاوبليك بيساعدك قوي، لان لو كان في ريب طالع من السيرفايكال فيرتبرا بيبقى طالع كده في الهواء فبتشوفه كويس قوي، غير انك انت تشوفه وهو سوبر امبوز على بقيه الفقرات التانية. الدايناميك فيوز اللي هي تقول للمريض اثني رقبتك وافرد رقبتك وتصور، مش مستحب ابدا في التروم، لكن في بقيه الحاجات التانية بوست اوبراتيف ديجنريتيف ديزيز كل الكلام ده ممكن تعمل كده وتصور صوره اكستنشن وتصور صوره اندفليكشن. الهدف من كده انك انت تشوف الاستابيليتي اوف ذا سباين، هل لما بيثني ويفرد رقبته بيحصل سبلكسيشن فيرتبرا على فيرتبرا، رجعت لورا طلعت لقدام، كل الكلام دوت we can see in the dynamic views. الدايناميك فيوز بتتعمل في اللومبر والسيرفايكل اللي هي الحتت اللي فيها حركه، ما بتتعملش في الدورسال عشان الدورسال فقرات غير متحركه. ان دورسال سباين ما عندناش فيوز زياده اكتر من الامامي والجانبي فقط، ما بنعملش ولا بليك ولا دايناميك ولا اي حاجه خالص غير كده. لو احنا عندنا فيلم اكس راي وعاوزين نكتب تقرير، بيبقى الثلاث حاجات دولت هم المهمين بالنسبه لنا. نمره واحد الالاينمنت، يعني اللوردوزس موجود
والكيفوزس بتاع الدورسال موجودة، ولا حصل straightening of the spine، يعني بدل ما يكون فيه كيرف بقى خط مستقيم. وبعض الأحيان اللوبدوزس يتقلب يبقى كيفوزس، في بعض الأحيان بيسموها reversal of the curve. نمرة اتنين بتشوف البون دنسيتي، هل البون دنسيتي ديت كويسة ولا خفيفة ولا أتقل من الطبيعي؟ اللي أتقل من الطبيعي بيكون باين قوي، سكليروتك فيرتبري ما بيكونش فيها خلاف أبدا، لكن الخفيفة هي دي المشكلة، إن لو أي حد زود جرعة الأشعة بالنسبة للمريض كل الفرتبرات هتسود، ويقول لك دوت انكريز بون دنسيتي. لكن امتى تقول ديكريز بون دنسيتي؟ امتى تقول ديكريز بون دنسيتي؟ لما يكون الاند بليتس باينين كويس قوي بالنسبه للفرتبرا، يعني الفرتبرا بالنسبه للاند بليتس تعتبر سودة، لان الاند بليت از كورتيكال بون ما بيحصلش فيه بون لوس زي الكانسيلوس بون اللي بيحصل فيه بون لوس في الفرتبرا بون. وبالتالي لو كان الاند بليت بالنسبه للفرتبرا معقول and this is normal bone density، بعد كده تشوف الديسك سبيسز اذا كانوا مينتيند ولا فيهم واحد ضيق. في اللمبر سباين الديسك سبيسز الطبيعيه بتوسع وانت نازل لتحت، يعني L1 2 لازم يكون اوسع من L2 3، و L2 3 يكون العكس، L1 2 اضيق من L2 3، L2 3 اضيق من L3 4، L3 4 اضيق من L4 5، لحد ما توصل L5 S1 تخرج بره المنافسه، لان L5 S1 ليه وضع خاص ومش المفروض ان هو يكون اوسع من L4 5، لان L5 S1 هو خمولة الجسم كلها زي ما هنتكلم بعد كده. فلو كانت الـ edges of the vertebrae parallel تقدر انك انت تعتبر انه ضيق، لكن لو كانت divergent يعني كل واحد رايح في حته والـ space الـ disk space معقول then you consider it as normal. بعد كده في كل سباين بتضيف واحدة على الثلاثة دول، فالسيرفيكال سباين بتقول اذا كان في سيرفيكال ريب ولا لا، وفي الدورسال سباين بتقول اذا كان في بارا فيرتيبرال شادو ولا لا، وبعدين في اللمبر سباين بتقول على السيكويلك جوينتس اذا كانوا كويسين ولا لا. فلو احنا جينا نكتب تقرير على اللمبر سباين هنقول لقينا الكيرف موجود يبقى جود الاين، لقينا الفرتبري كويسين والاند بليتس بالنسبه للفرتبري معقولين هنقول نورمال بوني تكتشر او بوني اركيتكتشر of the lumbar spine أو lumbar vertebrae and their appendages اللي هم البيديكين واللامنا وخلافه. بعدين لقينا الديسك سبيسز بتوسع وانت نازل لتحت هنقول will maintain disk spaces، وبعدين the sacroiliac joints are free. ده تقرير النورمال بتاع lumbar spine. افرض كان في scoliosis بتقول ان في scoliotic deformity وتقول convexity انهي ناحية اللي هي الحتة ديت كده. ان دايما السكوليوزس بتتقال بالكونفكستي مش بالكونكافيتي، فبنقول this is lumbar scoliotic deformity او dorso lumbar scoliotic deformity convex to the right side. بالنسبه للسيرفايكال سباين الفقرات ديت خط مستقيم يعني ما فيش لوردوزس، فهتقول straightening of the cervical curve او straightening of the cervical lordosis يرحمكم الله. وبعدين الفقرات الدنسيتي بتاعتها كويسه فهتقول نورمال بوني اركيتكتشر اوف ذا سيرفايكال فيرتبري اند ذير ابندجز. وبعدين في السيرفايكال الديسك سبيسز كلهم قد بعض، كلهم مفيش بيوسع ولا بينزل، كلهم قد بعض. فاذا كان الديسك سبيسز كلهم قد بعض هتقول ويل مينتين ديسك سبيسز، وبعدين تبص اذا كان في سيرفايكال ريب ولا لا وتقول مفيش سيرفايكال ريب. ازاي بتعرف اذا كان في سيرفايكال ريب ولا لا؟ الاوبليك حلو قوي وبيساعدك، لكن في الامامي المعلومه ديت مهمه، الترانسفيرس بروسيس بتاع الدورسال فيرتبرا باصص لفوق، والترانسفيرس بروسيس بتاع السيرفايكال فيرتبرا باصص خط مستقيم او لتحت معايا. فانت لو لقيت ترانسفيرس بروسيس باصص لفوق تعرف ان ده دورسال وشيء طبيعي يكون طالع منه ريب، لكن لو لقيت ترانسفيرس بروسيس ماشي بالعرض او باصص لتحت يعرف ان ده سيرفايكال ومش طبيعي ان هو يكون طالع منه ريب. يبقى المريض ده عنده بايلاترال بوني سيرفايكال ريبس، واحد صغير الناحيه دي واحد طويل شويه الناحيه الثانيه. ف
من ضمن الحاجات يعني اللي هي ممكن تعدي عليك ببساطة في كتابة التقارير سواء السباين أو الشيست، الحتة ديت اللي هي إن يكون في سيرفايكال ريبس. لو جيت في الدورسال فالمفروض إن أنت بتقول أول حاجة إن الدورسال كايفوسس موجود أو ستريتنينج أوف ذا دورسال لو هو ستريتن، وبعدين تقول نورمال بوني أركيتكتشر أوف ذا دورسال فيرتبري، وبعدين تقول ويل مينتين ديسك سبيسز الدورسال سبيسز قد بعض، وبعدين تقول مفيش برا سباينال سوفت تيشو شال. اشمعنى دي اللي بتقول فيها كده؟ علشان السباين دي حواليها هواء، فلو كان في سوفت تيشو شادو هتشوف، لكن مفيش اي سبب وجيه زي ما كل الناس بتعمل في اللمبر والسيرفايكل. واحد من السطور في التقارير نو برا سباينال سوفت تيشو شادو، مش مين اللي اجزم بكده؟ مش هتعرف. الوحيد اللي بتعرف اذا كان في سوفت ولا لا هو ده، بسبب ان في هواء حوالين الفرتبري اللي هو بتاع اللمك. ايام زمان في العصر الاغريقي كان في حاجه اسمها مايلوجرافي، والمايلوجرافي زي ما قلت لحضراتكم كان الاول بيتعمل من حاجه اسمها مايوديل، وده حاجه عامله زي الزيت. دلوقتي استبدلناه بالاومني بيك او الايو هيكسول. اومني بيك هو الاسم التجاري والايو هيكسول هو الاسم العلمي. بنجيب المريض، طبعا الوضع دوت هو بتاع القصر العيني، المريض بهدومه وبعدين قاعد على حافة الترابيزة، وانت بتمسك بنفس الطريقة زي ما انت شايف كده بالظبط، تحط صباعك الكبير وتحاول تحس the spinous processes بتاعة الفيرتيكل، وبعدين تيجي ما بين واحد ما بين spinous process والتاني، يستحسن يكون عند الليفل بتاع L2 3 أو L3 4. لو نزلت تحت عن كده بيكون السبيسز ضيقة، ولو طلعت فوق عن كده بيكون في كورد، فأنت بتبقى خايف من كده ومن كده. فبتيجي عند تقريبا 3 4 أو 2 3، وبعدين تعقم ظهر المريض، وبعدين تدخل إبرة، والإبرة دي إبرة لامبر بانكشر، تفضل ماشي بيها لحد لما تحس إنك خرمت الديور. الاحساس دوت كل الناس عارفاه اللي هي بتشتغل المايلوجرافي كويس قوي، لان انت لما تيجي تدخل الابره في قماشه تخينه شويه بتحس كده باحساس. اول ما تحس كده تشيل الكعب بتاع الابره، ينزل لك سي اس اف، تروح معبي الاومني بيك اللي هو 10 سنتي لكل ازازه، تعبيهم في سرنجه وتدهنهم في ظهر المريض. انت عاوز تصور لامبر مايلوجرافي، خلاص تنيم المريض على ظهره وتصور. عاوز تصور سيرفايكال مايلوجرافي، تروح قالب الترابيزه عشان الصبغه تنزل في رقبه المريض وتصور سيرفايكال مايلوجرافي. ايام زمان جدا 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 كان في دايركت سيرفايكال مايلوجرافي، يعني بتحلق الشعر اللي في قفا المريض وبتدخل ابره في السيرنا ماجنا. طبعا اللي قصادك على طول هو مين؟ المدلة اوبلونجاتا. فلو اي حركه، وده كان بيحصل كتير على فكره، ان الابره دخلت منك السنه اللي قدام كوادري باريسز على طول، المريض وهو على الترابيز بيتشل شلل رباعي وهو على الترابيز. طبعا الشلل دوت مش بيرمننت الا لو انت حقنت الصبغه جوه المدله، يعني دي بتبقى اصرار منك انك لازم تشل المريض. لكن اللي بيحصل انك انت اول ما بتلمس المظله المريض بيتنفض نفضه جامده جدا، فبتعرف انك انت داخل في متاهه، فتروح راجع لبره شويه وتتاكد كويس قوي ان في سي اس اف نازل، وبعدين تدخل السبب. اما لو ما فيش سي اس اف نازل والمريض اتنفض كذا مره وانت مش همك، يبقى مش هيخرج مش على رجلك. بطل بقى الكلام دوت خلاص، من انا حين كل حاجه في اللمبر حيث الامان، دخلت في نيرف رود، دخلت في بتاع، مش فارق معانا خالص. وبعدين تحرك الصبغه الى السيرفايكل او الدورسل، ان تفتح السكرين وتقلب الترابيزه، جت في الدورسل تعدل الترابيزه وتصور، او السيرفايكل تكمل لحد فوق وتصور. بتصور المريض ثلاث فيوز او اربعه وهو نايم، وهم نفس الاربعه وهم واقف. اول حاجه فرونتال فيو، وبعدين لاترال فيو، وبعدين اوبليك شمال واوبليك يمين. نوقف الترابيزه وتصور فرونتال فيو، لاترال فيو، اوبليك شمال، اوبليك يمين.
الماميوجرافي فائدته الرئيسية في إنك أنت بتعرف تصور المريض وهو واقف، ودي حاجة كويسة جدا زي ما هنعرف بعد شوية. ما كانش عندنا سي تي، ما كانش عندنا ام ار اي، فكان لما تلاقي امبريشن كده على الصبغة تقول دوت ديسك خفيف، امبريشن عميق شوية على الصبغة يبقى ديسك كبير حبتين، امبريشن قطع الصبغة خالص يعني فصل اللي فوق عن اللي تحت يبقى ديسك محترم فخم ضخم. بس هو ده كان اللي احنا نعرفه، ويروح بعد كده العمليات يعملوا له العملية. عند السيرفايكال سباين بتوصل الصبغة للسيرفايكال وبتصور، بيكون عندك فراغ في النص كده due to the presence of the spinal cord، ولما تيجي تعمل lateral بيبقى اسمه lateral cross table، يعني بتخلي المريض نايم على بطنه وبعدين تجيب الأنبوبة من ناحية والفيلم من الناحية التانية وتصور عشان تخلي الصبغة نايمة على ظهر الفرتبري والديسك، بحيث لو في ديسك صغير طلع كده يقدر على طول يبان نتيجة الكومبريشن بتاع الكونتراست. من ضمن الحاجات اللي كنا بنستفيد بيها إنك أنت تعرف إذا كان في انتراميدالري ليجن ولا لا. And this is the normal appearance of the cervical myelography، وده الكورد is expanded بدليل إن الصبغة الشمال واليمين بقت رفيعة جدا، في حين إن this is the normal appearance. فتقول الكورد is expanded يبقى في intramedullary lesion، ما تعرفش بقى مين هو، هل ده سيرينجوميليا، هل ده ابندايموما، هل ده استروزيتوما، أي حاجة من الحاجات دي تاني كان not known. وبالتالي كان ال diagnostic efficiency بتاعة الميلوجرافي، بس ما كانش عندنا غيره، كانت extremely limited. بعد شوية لما طلع السي تي الجماعة بتوع الميلوجرافي راسهم مليون كذا كذا، ان ما فيش غير الميلوجرافي والسي تي ده حمار وبيطلع تشخيص غلط و و وكده، ان هم متعودين على الحكاية، واحنا بالذات في مصر عندنا رفض تماما للتغيير واي حاجة جديدة، انت عاوز تفضل زي ما انت كده والامور ماشية تمام، مش عاوز اي حاجة تهز الدنيا ولا تغيرها. فلما السي تي ركب كان في مقاطعة من الجماعة بتوع الميلوجراف، سواء كانوا النيوروسيرجنز أو النيوروراديولوجيست، و يعني بذلنا مجهود جامد قوي عقبال ما جبناهم للاريا بإن احنا عملنا فحص مشترك، قلنا احنا هنعمل مايلوجرافي ونصور الأفلام بتاعة المايلوجرافي وبعدين ننزل العيان على السي تي ونعمل له سي تي كمان بالمرة، فاللي عاوز يبص على المايلوجرافي يبص، واللي عاوز يبص على السي تي يبص. فطلع عندنا فحص اسمه سي تي مايلوجرافي، انك انت بتحقن صبغه وتاخد مقاطع في السي تي فتشوف السيكل ساك مليان صبغه وجواها نيرف روتس عاملين زي نقط، ولما السي تي الجديد طلع بقينا نركب الصور بالطول فتقدر تشوف بقى اذا كان في ديسك ولا لا، وتشوف الكونس وتشوف النيرف روتس والحاجات اللي زي كده. And this is also is applicable in the cervical spine. فممكن تصور صورة زي كده ان you see the spinal cord as a filling defect جوه الصبغة، وبعدين تشوف the spinal cord in the reconstructed image وحواليه صبغة من قدام وحواليه صبغة من ورا. الوقت دوت لما السي تي ابتدى يبقى يعني هو ليه الأبر هاند في التشخيص، وكان طبعا الام ار ما طلعش، ابتدى الميلوجرافي يتراجع، لان المايلوجرافي كان ليه دروباكس جامده جدا، من اشهرها طبعا انك بتدخل صبغه مع السي اس اف وبتعمل للمريض على الاقل صداع لمده 3 ايام، وغير كده لو حد ايده جامده شويه فبيجيب باريسز على حسب بقى المكان، مونو هيمي بتاع اي حاجه من كده. وكان مشهور قوي ما بين الناس وبعضها اوعى تعمل مايلوجرافي يجيلك شلل على طول، يعني ما كانش فيه حاجه وسط في النص، مايلوجرافي يعني شلل. فالسي تي حل المشكله دي بان احنا نون انفيسيفلي وي كان سي ذا سباين اند وي كان سي ذا ديسك ليج. ما
كلينيكال سيجنيفيكنس قوي، لان في ناس كتير جدا عندها سيكراليزد ال 5 وناس عندها لامبرايزد اس 1 والكلام ده كله، and they are not complaining، وبتكتشف بالصدفه نتيجه تروما، نتيجه لو باك بين، ملوش علاقه خالص بالسيكراليزيشن وكده. لكن ما هو انت عارف القضيه كلها ان احنا كنت لسه بدرس امبارح للعلاج الطبيعي، فالجماعه بتوع الطب دلوقتي بقوا اوحش من الجماعه بتوع الميكانيكيه العربيات. فانت لما تكون عربيتك خربانه وتروح بيها، اول كلمه يقولها لك مين الحمار اللي عمل لك الحكايه دي على طول، عشان يفهمك ان انت وقعت في حيز بيس وهو اللي هينقذك. and this is the case مع الجماعه بتوع الطب، ومنهم اساتذه مع الاسف الشديد هي سكرلايز وهو ما بيشوفش، وهي دي السبب اللي مضايقك في عيشتك وبتاع، مع ان السكرلايز دي موجوده من ايام ما كان في كي جي 1 وهو دلوقتي على المعاش، فهي برضه سكرلايز هي اللي مضايقك. فاحنا في حاجات كتير قوي بنكتبها في التقارير تحسبا للشتيمه والتطور، يعني مالهاش سيجنيفيكنس على الكلينيكال، ولكن هيروح في حته تاني وتبتدي اللي هي الحركات اللي بعد كده. المفروض ان احنا بنعمل السي تي اوف ذا سباين من غير صبغه الا اذا كان المريض عامل عمليه زي ما نقول بعد كده، او كان احنا شاكين في وجود انفكشن او نيوبلازم. لكن الناس اللي هم بندور فيهم على ديسك ليجن، والناس اللي عندهم سباينال تروما، والناس اللي عندهم كونجنتال انوماليز، تقريبا ما بنستخدمش فيهم السبب. لما نيجي نعمل سي تي اوف ذا لامبر سباين، الوضع اختلف تماما عن ايام زمان. فاحنا دلوقتي بنعمل السي تي اوف ذا سباين عشان واحد من اثنين، يا اما سكريننج اوف ذا سباين، يا اما بندور على ديسك. فلو احنا بندور على ديسك بنعمل سكير جروم لاترال، وبعدين نيجي عند كل ديسك ونعمل خطين، خط من فوق وخط من تحت، ويكون كل خط من دولت معمول موازي لاتجاه الديسك نفسه. فلو الديسك بصص لفوق بنعمل خطين لفوق، لو الديسك بصص لتحت بنعمل خطين لتحت. علشان ايه؟ علشان اخد مقطع من المقاطع يمر في الديسك بالظبط، لان لو انا ما عملتش الزاويه كده مش هيمر في الديسك، هيمر في ديسك وفرتبرا، ومش هعرف اعمل ايفالويشن كويس. بعد كده بالسي تي بيقول لك امشي في الحته دي كل قد ايه، فبتقول له كل 4 مللي لو كنت لمبر، وكل 2 مللي لو كنت سيرفايكل. وبعدين تبتدي تاخد المقاطع، وبعدين لما يخلص دولت يقف، وبعدين يغير الزاويه ويعمل اللي بعده، يغير الزاويه ويعمل اللي بعده، وهكذا. الفحص الثاني اللي هو سكاننج فور اذر ليجنز، اللي هو انت عاوز السباين من اولها لاخرها. السباين من اولها لاخرها يا اما بوست تروماتيك او انفكشن او تيومرز، بتدور على ميتاستاسيس، بتدور على حاجه. فبتيجي عامل للسي تي علامه من اول ال 1 وتروح نازل بيها لحد اس 1 وتقول له خد الحته ديت مقاطع كل 3 مللي، كل 3 مللي. السبب في ان المقاطع ديت صغيره ان انا عاوز اركب الصور، يعني عاوز اقول له اعمل ساجيتال ريكونستراكشن او كورونال ريكونستراكشن او 3D. فكل ما كانت المقاطع رفيعه كل لما الريكونستراكتد ايمجز هتبقى كويسه. فهنا this is a traumatic case، وفي فراكشر هنا في اللمبر سباين، وفي ويدج، وفي اكستنشن اوف ذا فراكشر انتو ذا نيورال اليمنتس، وفي انكروتشمنت اون ذا سباينال كانال. كل ده من صورة واحدة بس اللي هي تركيب الصور مع بعض. فتركيب الصور في السباين مهم، لأنه بيساعدك قوي إنك أنت تبقى فاميليير بيه زي البلين اكس راي، في حين إن طبعا السي تي بيشوف بقى بقية السوفت تيشوز والكلام ده كله. لأن in cases of trauma أو infection أو بتدور على metastasis أو بعض الحاجات المثيلينية زي السبونديلو أرثروباسيس، واحد عنده روماتويد وجايز يكون فيه في السباين، واحد عنده انكلوزنج وجايز يكون فيه في السباين. الحاجات ديت كلها بتستدعي انك انت تسكان السباين مش عشان خاطر الديسك، ولكن عشان تشوف جلوبالي ايه اللي موجود.
ممكن تعمل 3D زي ده وزي ده، وممكن تلون الصور، بس دايما تفتكر ان 3D images are of no diagnostic value except in the maxillofacial area. كل الصور الثلاثية الأبعاد صور دعائية فقط، وإذا كانت بالألوان أو غير الألوان فهي من قبيل الدعاية فقط، وليست لها أي قيمة تشخيصية إلا in the face بس. هو ده المكان الوحيد اللي أنت تستفيد منه بال 3D. فعشان كده إحنا بنستغرب قوي على ما يجي لنا ريكويست على الهيب 3D، ما بتعرفش تكتب تقرير أصلا لو ما كانش فيه أكزيال إيميجز ولا كورونال ريكونستراكشن ولا حاجة، وهكذا الحال في أي حتة، ما بتعرفش تكتب تقرير لو كان الطلب بس هو 3D reconstruction وملوش لازمة. لما بتطلع الصور في السي تي بنصور كل صورة مرتين، مرة بالبون ويندو ومرة بالسوفت تيشو ويندو. في السوفت تيشو ويندو you can see the cecal sac and you see the nerve roots and you see the paravertebral muscles. في البون ويندو الصور الحاجات دي بتكون مطموسة، لكن البون بيكون أوضح بكتير من الصورة الأولانية. كل صورة بنصورها كده وبعدين نبتدي الـ evaluation. عاوز إيه من الـ CT of the spine؟ أول حاجة عاوز تشوف spinal canal stenosis ولا لأ، وبعدين عاوز تشوف في ديسك ولا لأ، وبعدين عاوز تبص جنب الـ spine إيه أخبار الـ paravertebral shadows المسلز وخلافه، إيه أخبار الفاسات والسيكروإلياك والحتت دي. نبتدي الأول بالـ evaluation of the spinal canal. لما تاخد المقاطع تقيس الـ spinal canal زي ما أنا عامل كده من قدام لورا، اسمه the anteroposterior diameter أو the sagittal diameter of the spinal canal. في lumbar spine the normal sagittal diameter 1.3 سنتي أو 13 ملي. من أول 1.3 لحد 1.9 and this is normal canal. لو طلعت فوق 1.9 يعني بقيت 2 سنتي يعني دي كنال واسع أوسع من الطبيعي اسمها كابيشيس سباينال كنال. لو نزلت تحت 13 ملي يبقى دي ستينوتيك كنال. فين المكان اللي بتقيس فيه السباينال كنال؟ تسأل نفسك سؤال، الكنال سوفت ولا بون؟ الكنال بون، الكنال بون، وبالتالي بتتقاس في البون ويندو في منطقة معينة لما يكون السباينال كنال من أولها لآخرها مقفول، وده معناته إنك أنت you are cutting at the level of the pedicle، لأنك لو نزلت تحت البيديكل السباينال كنال هتفتح علشان يطلع النيرف روت ويبقى فيه نيورال فورامين. يبقى at the level of the pedicle يعني لما تكون السباينال كنال من أولها لآخرها مقفولة، وفي الصورة البون ويندو تروح كرر خط وتقيس عند L1 وتقرأ القراية، وعند L2 وتقرأ القراية، وعند L3 وتقرأ القراية، وهكذا. الكلام ده برضو كان بيتعمل ساعة الفضل، دلوقتي ما حدش بيعمل الكلام ده خالص ولا بيقيس ولا بيطلع أرقام ولا أي حاجة خالص، لكن بقينا نكتب إذا كان الكنال كويسة ولا لأ based on the shape of the cecal sac. فلو أنت بصيت على السيكل ساك لقيته مدور يبقى الكنال كويسة، لقيته متبطط يبقى الكنال مش كويس. بس احنا عندنا يعني طريقة كده on the average بنقول بيها اذا كانت الاسبانال كنال normal ولا لا. الصحيح انك انت تقيس او تنسيست ان الفني يقيس لك الـ diameter of the spinal canal at all levels يعني 5 على L1 لحد L5. يجي بعد كده الـ evaluation of the disc. انت لما تيجي تعمل مقاطع في الديسك بتعمل مقاطع من فوقي بشوية لحد تحتي بشوية، وبعدين بتعمل المقاطع بزاوية توازي اتجاه الديسك علشان يكون في مقطع يمر في الديسك بالظبط، ما يكونش واخد حتة من الفقرة اللي فوق وحتة من اللي تحت والكلام ده كله. لما تاخد مقطع كده المفروض يطلع لك صورة زي كده. فانت عاوز تيفاليويت الديسك تعمل ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجة تسأل نفسك الديسك ده سوفت ولا بون؟ سوفت، يبقى بتأسس ان ذا سوفت تيشو ويندو ايمج. نمرة اتنين بتنقي المقطع اللي فات في الديسك،
بتعرفه ازاي؟ المقطع اللي فات في الديسك، بان الديسك سبستنس بما ان هو سوفت بتكون شبه المفصل اللي جنبه. طيب افرض خدنا مقاطع كده، 3 مقاطع هم في الحتة دي، وبعدين المقطع الاولاني مش شبه المفصل اللي جنبيه، يبقى ده فايت في الفرتبر. المقطع اللي بعديه فات في الديسك فعلا بالظبط في نفس الايه، في نفس المكان. المقطع اللي بعديه فات في ديسك وفات في فرتبرا كمان. لما تيجي تيفاليويت تختار المقطع ده، افرض لقيت كل المقاطع زي كده، حته ديسك وحته فرتبرا، لان الفني كان بيهرج بيعمل اللي في دماغه. عشان تيفاليويت وما تقولش تجيب المريض ونعيده والكلام اللي انت فاهمه ده، تنقل المقطع اللي فيه ديسك كتير وعظم قليل وتعمل فيه الايفاليويشن. الايفاليويشن منصب على البوستيرير ايدج اوف ذا ديسك، لان الانتيرير ملهاش قيمه بالنسبه لنا. نورمالي ذا بوستيرير ايدج اوف ذا ديسك از كونكيف، يعني مقعره كده لفوق، والمكون ان هي مقعره مش لازم تكون مقعره قوي، ممكن تكون مقعرة خفيفة، لأن الدهيت في الناس اللي هم 15 سنة 20 سنة الحاجات اللي زي كده، ده في الناس اللي هم 30 40 اللي هو الكونكافيتي بتبقى فلاتند شوية. لكن لو الديسك عمل كده يبقى ده ديسك مش طبيعي، يعني اب نورمال ديسك. The normal appearance of the disc is concave posteriorly بغض النظر عن الكونكافيتي بتاعته كبارة ولا مش كبارة. هذا الكلام ينطبق على كل الديسكات في اللمبر ما عدا L5S1، لأن L5S1 هو الديسك اللي شايل حمولة الجسم كلها لفوق، وبعدين وزن الجسم بيتقسم بالنص على الهيب جوينتس والسيكرو إيليك بعد كده. فمسموح في L5S1 ديسك ان البوستيرير ايدج بتاعته تكون كونفكس. هتسأل نفسك سؤال، طب لو كان L5S1 اب نورمال هيبقى ايه؟ كونفكس برضه. طيب ازاي اعرف ان الكونفكس ديت هي الطبيعيه من الكونفكس دي اللي هي مش طبيعيه؟ الاجابه انك انت بتيجي عند L5S1 وتلاقي الايدج بتاعته كونفكس، يبقى انت حاسس دلوقتي ممكن يكون طبيعي ممكن ما يكونش. تروح في المقطع اللي بعديه، لو كان لسه الديسك باين inside the spinal canal يبقى الديسك ده مش طبيعي. لو الديسك اختفى في المقطع دوت وما بكملش هنا يبقى الديسك ده طبيعي. وعلى هذا الاساس بيكون الديسك ده طبيعي لانه مش مكمل هنا، لان اللي انت شايفه عامل كده ده is the posterior edge of the sacrum، وهي دايما بتكون يعني كونفكس كده لورا، وانت عارف ان الدنسيتي دي مش بتاعت الدنسيتي بتاعت الديسك. مثال تاني اهو في مالك حالا دلوقتي، this disk is L5S1 convex. اوكي، وانا عاوز اعرف اذا كان الكونفكسيتي دي طبيعيه ولا لا. اروح للصوره اللي بعديها، لقيت لسه في ديسك ان ذا سباينال كانال، يبقى الديسك ده مش طبيعي، يعني في بلج او هرنيشن نتكلم عليه بعد شويه. لكن افرض لقيت حرف الفرتبرا كده مفيش حاجه بقى، الحته دي كلها مش موجوده، يبقى الديسك دوت ايه؟ طبيعي. يعني الايفالويشن اوف L5S1 بتتم في المقطع اللي بعد المقطع اللي فات في الديسك. اذا المقطع اللي بعد المقطع اللي فات في الديسك لسه فيه ديسك ماتيريال انسايد ذا سباينال كانال، يبقى الديسك مش طبيعي. اكزامبل تاني، L5S1 convex، وبعدين رحت في المقطع اللي بعديه لقيت ديسك لسه inside the spinal canal، يبقى مش طبيعي. And this is L2-3 disc with concave posterior margin، يبقى normal. L3-4 disc with concave posterior margin، يبقى normal برضه. تيجي للفاسيت. الفاسيت زي ما احنا اتفقنا، في واحد بينزل من فوق وفي واحد بيطلع من تحت وبيارتكيوليت في النص، في واحد شمال وفي واحد يمين. الفاسيت جوينت عظم ولا سوفت؟ سوفت. بون بون. طيب الحمد لله.
الفساد جوينت بون، يبقى ما ينفعش تعمل له ايفالويشن ان ذا سوفت تيشو ويندو، لازم يكون عندك بون ويندو ايمج. بتايفالويت الفاسيت عشان ايه؟ عشان اوستيوارترايتس بس. فالفاسيت جوينت الطبيعي بيكون عامل كده. لو انت بصيت في الصوره اللي قبله، الفاسيت جوينت في السوفت تيشو ويندو شكله ضيق لانك انت بتايفالويت في المكان الغلط، لكن لما تروح في البون ويندو this is the normal facet joint and this is the normal facet joint on the right side، وده الفاسيت اللي فيه osteoarthritis اللي هم زي ما نقول بعد كده narrowing of the joint space, osteophytic living, subarticular bone sclerosis, interarticular air اللي هو الفاكيوم phenomenon. In the cervical spine في اختلافات بسيطة عن اللمبر في السي تي. فانت في السيرفايكال سباين اول حاجة بتلاقي كل فرتبرا مطلعة ودن كده لفوق وودن تانية كده، بحيث ان الابر بوردر بتاعها بيكون عامل زي الطبق بتغطس فيه الفرتبرا اللي فوقيها. معنى كده ان الفرتبرا البادز بتارتكيليت مع بعض عن طريق الجوينت دوت اللي احنا بنسميه ذا نيورو سنترال جوينت. فلو انت خدت مقطع كده في السيرفايكال هتلاقي المفروض عظمية صغيرة اللي هي ودن الفرتبرا اللي تحت، وبعدين جوينت سبيس، وبعدين عظمية كبيرة اللي هي الفرتبرا اللي فوق، بعدين جوينت سبيس، وبعدين عظمية صغيرة. And this is the case. عظمية صغيرة، جوينت سبيس، الفرتبرا اللي فوق، على جوينت سبيس، عظمية صغيرة. يبقى ده النيورو سنترال جوينتس اللي عبارة انتر فيرتبرال ارتكيليشنز. لكن الفاسيت جوينت زي في اللمبر نفس الحكاية، في واحد الناحية دي وفي واحد الناحية التانية. And this is the appearance. The neurocentral joint الشمال، the neurocentral joint اليمين، وده الفاسيت الشمال وده الفاسيت اليمين. لو حصل neurocentral مشاكل هيحصل ايه؟ osteoarthritis. فاسيت مشاكل هيحصل ايه؟ osteoarthritis. ده هيطلع osteophytes وده هيطلع osteophytes، والحتة ديت هي الممر بتاع النيرف روت. This is the nerve root canal. لو دخل فيها osteophytes من هنا ومن هنا هتضايق جدا النيرف روت ويعمل زي عمل الديسك بالظبط. وبالتالي الـ evaluation of the neurocentral وكذلك الفاسيت جوينتس ما بيتعملش الا عشان خاطر فقط ده ايه؟ ده osteoarthritic change. في السيرفايكال سباين ما عندناش مقاسات للسباينال كانال، يعني ما بنجرش خط كده ونقول النورمال دايمتر 13 ولا 14، ما فيش حاجه اسمها كده. لكن بتعرف ازاي ان السيرفايكال كانال نورمال؟ عن طريق الكورد. لو كان السباينال كورد موجود عامل زي الفاصوليايه، واللي مش بعين سودا عشان بس ما ندخلش في المتاهه بتاعت كل مره، الفاصوليايه اللي من عين من غير عين سودا اسمها فاصوليا، واللي بعين سودا اسمها لوبيا. خلاص طيب ايه مش عارفين دي كمان. يبقى لو كان الكورد عامل زي الفاصوليا اللي من غير عين سودا وحواليه سي اس اف داير داير، يبقى الكنال نورمال. الكورد بقى متبطط ومفعوص ومفيش سي اس اف وكاي، يبقى الكنال مش نورمال. And you want to know the accurate diagnosis of spinal canal stenosis is by MRI. يعني لو احنا عندنا مشكلة في السيرفايكال سباينال كانال وعايزين نعرف استنوتك قد ايه والكلام ده كله، يبقى بالام ار مش بالسي تي. طيب امتى تشخص سيرفايكال ديسك؟ السيرفايكال ديسكس كلهم صغيرين، ولما تيجي تقطع لازم هيطلع عظم مع الديسك، ما فيش مفر من كده. فانت عشان تعرف اذا كان الديسك ده طبيعي ولا لا تبص ورا العظم. اذا كان ورا العظم ما فيش ديسك يبقى نورمال، اذا كان ورا العظم فيه ديسك يبقى مش نورمال. مش نورمال بعد كده نقول انا واحد فيهم اللي هو يعني بولج ولا هيرنيشن. اذا سي 5 6 في ديسك ورا العظم يبقى مش نورمال، سي 6 7 في ديسك ورا العظم يبقى مش نورمال. النيورو سنترال والفاسات بتيفاليويت عشان خاطر اوستيوارثرايتس، ويكون في اوستيوفايتس encroaching on the spinal on the neural foramen compared to the neural foramen الكويس، وده normal appearance of the neuro central and the facet joints and then the neural foramen is
كويس برضه معايا. بكده يبقى احنا خلصنا النورمال اناتومي باي اكس راي والنورمال اناتومي باي سي تي. نتكلم شويه في الام ار اي. الام ار زي ما حضراتكم عارفين ان في منه واحد مقفول وفي منه واحد مفتوح وفي منه واحد اللي هو الاكستريميتي وفي واحد دايناميك. والدايناميك ام ار اي مهم جدا في السباين علشان هو الوحيد في الام ار كله اللي بيعرف يصور المريض وهو واقف، وتصوير المريض وهو واقف سواء كان بري اوبراتيف او بوست اوبراتيف مهم جدا في الايفالويشن. لان القاعده المشهوره جدا في الاشعه اللي هي بتقول لو انت عاوز تعرف سبب شكوى المريض تصوره في الوضع اللي بيشتكي منه. والناس اللي بتشتكي من ظهرها ما بتشتكيش وهي نايمه في السرير، لان تشتكي وهي واقفه او قاعده وكده. And post-operative you need for evaluation as a what، لأن ممكن المريض يكون عامل عملية في ظهره يتصور وهو نايم يطلع كل شيء ممتاز، يقف يكون تلاحظ بقى ال instability وإن في spondylolysis وإن في narrowing of the spinal canal وفي مشاكل لا يمكن هتكتشفها إلا عن طريق ال MR الواقف. ونظرا لإن الجهاز دوت ناس كتيرة ما بتشتريهوش، فالبديل ليه هو الحاجة اللي تمكنك من انك تصور المريض وهو واقف ألا وهو المايلوجرافي. وعشان كده الام ار هو اللي موت المايلوجرافي وهو اللي رجعه مرة تانية للكلينيكال براكتس. لما الام ار طلع يقول لك اهو مش انت عاوز السي اس اف يبقى ابيض، تي 2 سي اس اف ابيض، وكمان بقى بتشوف الديسك وبتشوف الكورد وبتشوف. ففضل ورا المايلوجرافي لحد لما جابه في الارض. وبعدين لما طلع فكره الدايناميك ديت والناس مش قادره تشتري الجهاز، فالبديل ليه انك انت تعمل مايلوجرافي وتصور المريض وهو واقف. الجهاز كان في الاول ما بيعملش الا سباين بس، دلوقتي بقى ضافوا عليه كويلز كتيره وبقى ام ار عادي بيعمل كل حاجه، بالاضافه انك انت ممكن تصور المريض وهو واقف. عشان تعمل ام ار اي اوف ذا سباين اند يو نيد ذا سيرفيس كويل، والسيرفيس كويل الكويس زي ما احنا قلنا قبل كده هو القريب جدا من المكان اللي انت بتصوره وفي نفس الوقت ما بيتحركش مع النفس. فدايما السيرفيس كويل بتاع السباين بيكون عامل زي المرتبه سواء ده او ده، والمرتبه ديت بتبقى فيها قطع بحيث انك انت ممكن تستخدم اللي فوق ده في السيرفايكل واللي في النص في اللمب في الدورسال واللي تحت في اللمبر، ممكن تستخدمهم كلهم وتصور الصور دي اللي بيبيعوا بيها الاجهزه، انك انت تصور هول سباين من اول سي 1 لحد الكوكسكس، صور طويله جدا زي ما انت شايف تي 1 وتي 2 زي ما انت عاوز، و بيبقى بقى محطوطين على شرايح كبيره قوي فيري امبرسيف. لما اي حد بيشوفهم بيحس ان الام ار ده يعني معجزه. ده عشان تعمل ام ار اي اوف ذا سباين كل حته لوحدها، ما اللي هو الهول سباين ام ار اي ده في الغالب ما هوش يعني مطلوب قوي في الكلينيكال براكتس، لكن الاحسن انك تركز في مكان شكوى المريض. فسواء لمبر او سيرفايكل او دورسال فانت بتعمل اربع صور، ساجيتال تي 1 وساجيتال تي 2 اكزيال تي 1 واكزيال تي 2. كل المقاطع في الام ار اي كل 4 مللي، مفيش زي السي تي 4 مللي في اللمبر و2 مللي في السيرفايكل، كله شبه بعض. كل المقاطع 4 مللي سواء في اللمبر او في السيرفايكل او في الدورسال. الفرق طبعا جبار ما بين ال MRI، this is MRI T1 and this is axial T1 and this is sagittal reconstruction by CT and this is axial CT اللي احنا عارفينه اللي هو the soft tissue window. الصور ديت بنحطها للجماعه الكلينيشنز اللي هم دلوقتي بقوا اشطر من دكاتره الاشعه مع الاسف الشديد، علشان نقول لهم السي تي العظم فيه ابيض والام ار العظم رصاصي والام ار الاند بليتس بتبقى سودة والسي تي الاند بليتس بتبقى بيضة. كل الكلام ده بالنسبة لهم يعتبر دلوقتي يعني فانتازية، لان هم
أشطر فعلا، ودي حقيقة من مدارس هنا وبدارس هنا، and they are يعني أشطر من دكاترة الأشعة مع الأسف الشديد. السبب في كده في رأيي يعني إن هما they are بطبيعة عملهم clinically oriented، وعندنا نسبة ضخمة جدا من دكاترة الأشعة ما زالت مصرة إنها تشتغل مصوراتي فقط، ملوش دعوة المريض بيشتكي من إيه، هو حافظ السطرين ثلاثة بيروح دقكم في التقرير وخلاص. بس أنا دايما بقول إنك أنت يا ريت تتقمص شخصية إنك أنت دكتور، سيبك من حكاية المصورات دي، وحاول بقدر الإمكان إن كل مريض أنت بتكتب له تقرير يا ريت تكون قابلته وسألته أنت بتشتكي من إيه. أنت بروفيسير عالمي وكده، ما فيش عندك وقت تقابل المرضى، يكون عندك مساعد صغير بيقابل المرضى وبيسألهم وتفهمه يسألهم عن إيه. بتغاظ أنا جدا جدا من الناس اللي بتقابل المرضى وبعدين يكتب لي مثلا في الهيستوري بتاع اللامبر سباين، لو باك بين، نو تروما، نو هايبرتنشن، نو دايابيتس. ايه علاقة الهايبرتنشن والدايابيتس بالظهر باللامبر سباين؟ بس هي ستامب اي حاجة بقى، مثلا الست عندها اوفيريان دي تيومر ولا بتاع، نو دايابيتس نو هايبرتنشن، في ايه؟ هو متبرمج على كده ان هو يكتب اول حاجه بيلفيك بين وبعدين نو دايابيتس نو هايبرتنشن. مين اللي قال ان الدايابيتس والهايبرتنشن مهم في كل الحاجات دي؟ بس القضيه اللي احنا مش عارف اقولها لك ازاي، بس انت عشان تبقى كويس لازم تتقن العمل، واتقان العمل يا جماعه مش هيجي ابدا بالاستسهال ولا بالتنصئه ولا بالكلفه. اتقان العمل هيجي بالبرزيستنس، لانك انت كل حاله تبرزست فيها وتبذل جهد فيها علشان تكون الاكسبيرينس. لكن طول ما انت بتتنصئ اعتبر كل اللي فات ده في الهواء، ملوش قيمه. فأنا الحقيقة مبسوط جدا جدا من الناس اللي بتروح الأرشيف وبتطلع غلطات في التقارير أو بتطلع حاجة أنا كنت ناسيها ما شفتهاش. دي بالنسبة لي أنا is a great advantage، إن أنا عرفت بطريقة أو بأخرى أخلي عينك تبقى أفضل مني في إنك تبص كويس. دي نقطة في منتهى الأهمية بالنسبة لي، إن أنا عاوز كل واحد منكم يبقى عينه كويسة جدا بيشوف بيها الحاجات اللي ممكن تعدي عليا. أنا طبعا بشتغل كمية ضخمة جدا من الحالات وبكتب تقارير كتير جدا جدا في حاجات لازم تعدي عليا، إن إنسان بشرح يعني لابد من وجود. فكون إن في ناس ابتدت تلقط الحاجات دي جوه الأرشيف ده شيء مباشر جدا ومطمئن جدا، والناس دي في يوم من الايام هتبقى عمالقه في رايي انا باذن الله تعالى. فانا بستحس كل واحد ان هو ما يشتغلش اللي هو بيعد الاظرف بس، النهارده اشوف 40 ظرف من الجوم لنفوق، سيبك من الطريقه دي، انت طلع التقرير وبص فيه كويس وبص على الفيلم كويس وتمقع عينك وتشوف انا كاتب صح ولا فوتت حاجة ما خدتش بالي منها، في غلطة إملائية، في أي حاجة، كل ده هيساعدك على إنك أنت تبقى to perfect your job، غير إنك أنت تكون تشوف الحالة وتشوف التشخيص اللي مكتوب تحت وتقلبها، وبعدين ترجع بقى البيت شفت 70 حالة النهاردة في الأرشيف، بكرة شوف 70 تاني والعداد شغال. ما أنت بتقول يعني بتعد، لو كنت بتاخد مثلا جنيه على كل حالة كويس يبقى في سبب. المهم ال MRI بروتوكول اوف ذا سباين، ساجيتال تي 1، ساجيتال تي 2، اكزيال تي 1، اكزيال تي 2. دلوقتي عشان المنافسات الماليه ما بين المراكز وبعض فابتدوا يقللوا الفيوز ديت وكده، هي اصلا اكتر من كده بس اختصرناها علشان التكلفه. فهتلاقي معظم الناس تشيل الاكزيال تي 1
وتعمل ساجيتال تي 1 وساجيتال تي 2 واكزيال تي 2. اما لو كان نقابه او تامين صحي فهنشيل كمان الساجيتال تي 2 ونسيب لك الساجيتال تي 1 والاكزيال تي 2، او العكس نخلي لك ساجيتال تي 2 واكزيال تي 1 ونشيل الاثنين التانيين. اما لو كان ايه اللي بعد النقابه والبتاع دوت؟ حاجه كده بيبقى الفحص كله على فيلم واحد، يعني الاجزاء على التاجس على البتاع على فيلم واحد بس، يقول لك هو كده على قد فلوسه بعد التامين. يعني في حاجات بقى اللي هي مش عارف وزاره الري ولا حاجه كده يعني، معني المهم في الام ار اي قلنا ان الام ار اي ممكن يعمل مايلوجرافي ديبندنت على الفلو، وفي الوقت دوت هتشوف السي اس اف بس اند يو كان نوت سي بقيه الحاجات التانيه. And this is the المايلوجرافي العادي اللي هو conventional مايلوجرافي، and this is MR مايلوجرافي اللي هو بتشوف بيه السي اس اف ان يو كان سي ذا كونس ان يو كان نوت سي ذا فيرتبري. وممكن طبعا تحصل على الام ار مايلوجرافي امامي وجانبي واوبليك وكل حاجه زي ما انت عاوز. And this is MRI sagittal T1 and sagittal T2 and this is MR myelography of the same case. وفي هنا perineural cysts inside the spinal canal باينين كويس قوي في المايلوجرافي. في اللمبر ولا في اي سباين ما بنعملش كورونال ايمجز خالص، مش في مش من ضمن البروتوكول. لكن في بعض الاحيان في السباينال تيومرز الكورونال بيكون مهم، وفي الانفكشن الكورونال بيكون مهم بالذات لو كان في بارافرتبرال ابسيسيز او حاجات زي كده. لكن في الغالب وفي ظل الصراع هو الحاد دوت على الفلوس مفيش كورونال مفيش اي حاجه، المهم انك انت ايه تعمل ذا ليست اكسبتبل. في الام ار اي انت عاوز تيفالويت الحاجات بتاعت السي تي، نمره واحد ذا سباينال كانال، نمره اثنين ذا ديسكس، نمرة ثلاثة البارافرتيبرال شادوز، وبعدين الإضافات اللي السي تي ما يعرفش يعملها اللي هي the spinal cord and the bone marrow. دولت السي تي مش من اختصاصه، لأن عشان تشوف السباينال كورد في السي تي لازم تحقن سابها في المايلوجرافي، وهتشوف شبح الكورد مش هتعرف تشوف اللي جواه. ادي البروتوكول بتاع اللامبر سباين، عندنا ساجيتال تي 1 ساجيتال تي 2 اكزيال تي 1 اكزيال تي 2. سي اس اف اسود يبقى تي 1، سي اس اف ابيض يبقى تي 2. اول حاجه ذا سباينال كانال، ممكن تعمل زي السي تي وتقيس طول السباينال كانال، لو كانت 13 فما فوق تبقى نورمال، لو كانت اقل من 13 تبقى استناطق. بس احنا ما بنعملش كده، احنا بنبص في الاكزيال ايمجز على شكل السيكل ساك، ان السيكل ساك مدور يبقى الكنال نورمال، السيكل ساك متبطط من الجناب ومن قدامه كده يبقى الكنال ديت ضيق. عندنا طريقة تانية اللي هي انك انت تبص في الساجيتال تي 2 نورمالي يو سي ذا كونس، وبعدين الكودا اكواينا نيرف روتس كلهم نايمين طبعا ورا علشان المريض نايم على ظهره. And you can see this is the normal appearance and this is the stenotic canal. الكودا اكواينا نيرف روتس حارة ضيقة جدا 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 ماشيين في وسطها. فتقول ان ذيس از ستيناتيك كانال، وهنفصل بقى انهي نوع من الاستينوزس، هل ده كونجنتال ولا ديفلوبمنتال ولا اكواير، لما نيجي نتكلم في الديجنتيف ديزيز. قلنا لو السباينال كانال دايمتر اكتر من اثنين او اثنين فما فوق يبقى دوت اسمه كابيشيس سباينال كانال، والكابيشيس سباينال كانال بتوجع ظهر المريض زيها زي الاستيناتيك كانال، لسبب ان هو السيكل ساك لو ما كانش مسنود بالعظم من ورا بيوجع المريض. وعرفوا الحكاية ديت من العملية القديمة جدا جدا اللي هي بتاعت السباين لامينكتو، لما يكون واحد عنده ديسك يروح قاصين اللامينة دي واللامينة دي والسباينس بروسس ورميانهم، أصبح السيكل ساك متعري من ورا بس اتحرر من الضغط اللي جاي عليه من الديسك من قدام، فابتدي المريض يتألم وهم مش عارفين سبب الألم ايه، لحد لما عرفوا ان السيكل ساك اكتيزيا او ان السيكل ساك مش مسنود كويس بالعظم من ورا بيوجع المريض. في السيرفايكال سباين احنا قلنا يعني علشان تعرف اذا كانت السيرفايكال سباين
كويسه، كنال كويسه ولا لا، تبص في الام ار. And this is MRI T1, MRI T2, and axial T2. Normally, the spinal canal بيكون في CSF قصاد الكورد وفي CSF ورا الكورد. This is the normal appearance. And if there is obliteration of the CSF anterior to the cord and posterior to the cord, يبقى الكنال stenotic. عندنا ثلاث مراحل من الـ spinal canal stenosis، هنتكلم عليهم بالتفصيل لما نيجي في الـ degenerative disease. This is sagittal T1 and sagittal T2 and sagittal T2. المفروض لو انت عاوز تعمل الديسك في السي تي بتعمل ايه؟ بتروح في الصوره السوفت، وبعدين تروح في المقطع اللي فات في الديسك، وبعدين تبص على البوستيرير ايدج اوف ذا ديسك وتشوفها كونكيف ولا لا. في الام ار اي بتيجي في الصوره الميد لاين التي 2، الصوره اللي في النص في التي 2. انت عارف الام ار بيقطع من الشمال لليمين، وبالتالي أول صورة على الفيلم هتكون شمال المريض، وآخر صورة على الفيلم هتكون يمين المريض. الصورة اللي في النص وتمسك ديسك ديسك. الديسك الطبيعي فيه مية، بيكون أسود في التي 1 وأبيض في التي 2. الديسك الطبيعي بيكون مش داخل جوه السباينال كانال، وماشي بحيث الفرتبرا اللي فوقيه واللي تحتيه. يبقى لو بصيت في التي 2 ولقيت الديسكات كده بيضة يعني containing water، ولقيتهم ماشي بحيث الفرتبرا اللي فوقيه واللي تحتيه، يبقى نورمال كلهم في صوره واحده. لكن this disc اللي هو L5S1 is not normal، لانه فقد الميه اللي جواه يعني degenerated، ودخل كمان inside the spinal canal يعني في bulge او herniation. في السيرفايكال سباين نفس الطريقه، ولكن البياضه بتاعه الديسك في التي 2 بتكون صغيره، لان الديسك substance نفسها صغيره. لكن normally the disc should be bright in the T2 and ماشي بحذاء الفرتبرا اللي فوقيه واللي تحتيه. البون مارو اللي هو من اختصاص ال MRI، البون مارو contains fat، والفات زي ما انتم عارفين بيبقى مبيض في ال T1 ومسود في ال T2. لو حصل اي بون مارو تشينجز زي ما هنقول في الديجنتيف ديزيزز، كان يكون في بون مارو ديما، بي في بون مارو فاتي ديجنريشن، كل الحاجات ديت ما فيش حد يعرف يشوفها الا الام ار. وبالتالي بتشوف لو في هنا اهوت سواده في الفرتبرا، السواده ديت لو رحت في التي 2 وبيضت هتكون ميه، والميه زي ما انتوا عارفين بتكون اسود في التي 1 وابيض في التي 2، يعني بون مارو اديما في حوالين الديسك ده، وهنعرف بالظبط ايه اللي بيخلي يحصل بون مارو اديما من عنده. اخر حاجه اللي هو the spinal cord، وده موجود in the cervical and dorsal. نعم مظبوط. السباين كلها ناحيه يعني ناحيه الريد مارو، معظمها يعني الريد مارو بيكون رصاصي في التي 1 ورصاصي في التي 2، لكن اليلو مارو اللي هو contains fat بيكون ابيض في التي 1 ويسود شويه في التي 2. الريد مارو ري كونفرجن، يعني في بعض الاحيان بيبقى في حتت من الجسم. اليلو مارو بيرجع تاني يبقى ريد في بعض الاحيان، فبيبان زي بطش كده لونها رمادي، ودين ده يلو مارو اللي هو بيكون لونه ابيض. وبنعرف ان البطش ديت ما هياش ديزيز ولا ميتاستاسيز ولا مايلوما لما نروح في التي 2، لانها بتفضل نفسها رمادي بنفس اللون. اما لو ابيضت معنى كده انها كونتينز ووتر، معنى كده انها مش ريد مارو، معنى كده انها بطولوجي. And the spinal cord زي البرين، رصاصي في التي 1 ورصاصي غامق في التي 2. والإيفاليويشن اوف كورد باثولوجي بيتم في التي 2 باستمرار. And the normal appearance of the normal anatomy of the cord is seen in the T1 weighted image. آخر سطر في تقرير السباين سواء في الـ CT أو في الـ MRI لازم يكون في كومنت على الـ paravertebral shadows. And normally the paravertebral shadows مفهومش حاجة في الموضوع بتاع degenerative disease، ما بيكونش فيهم حاجة. لكن in cases of trauma ممكن تلاقي hemorrhage حوالين الفرتبرا. In cases of infection ممكن تلاقي خراج حوالين الفرتبرا. In cases of tumors
ممكن تلاقي تيومر اكستنشن ان ذا بريفرتبرال ماسلز. ده تقريبا اللي هو الكلام اللي احنا كنا عاوزين نقوله.